في المدية وشباب الطب كان متكافئا في الشوطين، انتهى فعلا في الدقيقة 90 أي في الوقت الرسمي، ولكن شباب الطب قدم مستوى جيد في هذه المقابلة. أولمبي المدية لعب منقوص من خدمات لاعبيه الأساسيين، محاولة للتسجيل من شباب بوقطب عن طريق علاتي وقاسمي، ولكن ينتهي اللقاء في شوطه الأول بالتعادل 0-0. الشوط الثاني محاولة من عابد ثم تمريرة من اللاعب بن حمري، والهدف الأول في الدقيقة 10 من الشوط الثاني عن طريق عابد برأسية خدعت دفاع شباب قطب والحارس قادوش محمد من الأمال. إذن أول هدف لأولمبي المدية، وعمل كبير قام به خنوش رقم 24 من جانب بقطب إلى جانب اللاعب الممتاز علاتي وليد، وتمكن فريق شباب قطب من تعديل النتيجة في الدقيقة 19 بعد عمل فردي من قادوش رضوان وتسديدة قوية سكنت شباك الحارس بابوش ياسين. هدف مقابل هدف، ثم بن شرقي وتوزيع عن طريق ضربة حرة ثابتة، وهدف ثاني في الدقيقة 86 عن طريق بن حمري بعد خطأ من الحارس قادوش محمد.